مساكم وبركاته، معكم عبد السلام اليوم جبت لكم انطباعي لاي نوار على بلاي ستيشن 4. والحمد لله شباب اللعبة لا زالت حلوة، لا زالت ممتعة، لا زالت القصة ممتعة، لا زال الجيم بلاي ممتع. وصراحة ما انا ما روك ستار ما خيب ظني زي عادتهم. ونبدا اقول وش السالفة. انت تلعب البطل حق اللعبة كول فيلبس، فانت تبدا تلعب معه، يبدا اول شيء شرطي ثم ينتقل يصير محقق. وانت بداية اللعبة من البداية للنهاية تبدأ تنتقل من قضايا قضايا قضايا. تبدأ أول شيء مثلا عندك ترافيك اللي تهتم بالسيارات ومن الكلام ذا، ثم بعدها تروح الهامسايد اللي حقت مسرح الجرائم. هنا هذا الهامسايد هذا مرة يصير عنيف. ثم بعدها تروح الفيغاس، ثم بعدها تنتهي بذار كان اسمه نسيت والله اسمه الأخير، هو اللي يختص بالأرسن أرسن أرسن حلو، هذا اللي يختص بالحرائق وتدمير البيوت. هذه هنا تنتهي القصة. فطبعا الريماستر وش يجيب لنا؟ الريماستر الحين يجيب لنا مهام زيادة اللي هي كانت حق الإضافات، جابوا لنا إياه كلها نزلوا ببلاش. وفوق هذا كله بينزلوا مهمتين، أو إنهم نزلوا والله ما أنا متأكد، تكون في آر فقط. فإذا كان عندك بلاي ستيشن في آر فهذا الشيء تقدر تتحمس له. ف والله هذه صراحة الأنوار هي تعتمد، قلت لكم اللعبة تعيش على قصتها بس. الجيم اللي يبقى حلو بس انه ما يشيل اللعبه للنهايه لان اللعبه طويله الحين. فانا ان شاء الله الحين هذا صوت حينكم انطباعي، ان شاء الله راح اسوي مقطع الحين طقطقه كل ساعه بوريكم قضيه هذه ان شاء الله، وراح اوريكم، راح اتكلم هناك كل شيء، اكثر شيء راح تشوفون الجيم بلاي. لان الجيم بلاي شلون تجمع ادله ثم تروح تستجوب الشهداء حقين الجريمه. مثلا اذا جيت تساله لازم تشوف وجهه، مثلا هاي مثلا بدا يكمش، بدا بنظر معك عادي، اتى على حسب نظرات وجهه لازم تعرف انه يكذب ولا صادق. اذا كانت كذبه يعني بسيطه يمديك تعصب عليه وتصرخ. حلو تلعب حطينا هنا عجبني غيره بالجزء الاساسي كانوا كاتبين truth doubt lie، الحين هنا غيره وصار good cop bad cop و accusation. حلو اذا مثلا بتصدقه انت وكان خطأ يكتب عليك وتستمر معه، إذا كنت يعني تقدر تتزبد وتصرخ عليه، إذا قلت له ممكن يقول لك يا وخر علي ما تخوفني أنت، فهمت علي؟ بس إذا قلت له accusation اللي هو الكذب لازم يكون عندك دليل تثبته، تقول مثلا لا أنت مثلا كذاب مثلا، ودليل مثلا أنك مثلا أنت كذاب أنك ما دخلت، أنت كذاب أنت رحت مثلا المكان الفلاني بالوقت الفلاني، قال شلون عندك دليل؟ ثم توريه صورة مثلا التقطت الكاميرا مثلا حقت المكان، على حسب مثلا أضربك مثال الحين. هذه والله اللعبة والله زي ما قلت لكم تعيش وتموت على قصته، إذا أنت لعبته من زمان مو بلازم تلعبها صراحة مرة ثانية، أبدا مو بلازم، لأنه غير مهام الإضافات ما في شيء زيادة الصراحة. و القصة ذات نفسها المشكلة بها صريحة اللي انا شفتها انا والحين قهرتني بالجزء الاساسي، انك سواء جبت كل ادلتك خطأ القصة مستمرة على نمط معين، فهمت علي؟ يعني تحس كان قراراتك كذا واستجوابك ما منه فايدة، لانك بالنهاية اليوم راح تحلها صح. فهذا والله كان انطباعي لإيلي نوار، ان شاء الله راح اصور الحين مقطع ساعة. كان اخوكم عبد السلام، يعطيكم الف عافية مشاهدة ومع السلامة.